تورنيتيف اوف اف، بدائل اف. يعني ايه بدائل اف؟ يعني من ضمنهم انلس، من ضمنهم كذا كلمه هتيجي مكان ايه؟ اف. بس لازم طبعا نفتكر ان اف كام حاله؟ 4 الزيرو والبريزنت والفيرست والسكند والايه والثيرد. الزيرو كانت بريزنت بريزنت، والفيرست بريزنت وبعدين ويل، والسكند باست وبعدين وود، والثيرد اف هاد بي بي وود هاف بي بي. جميل. موضوعنا النهارده طبعا لازم تكون عارف قاعده اف كويس علشان دي بدائل اف. فكلمه alternatives معناها بدائل، اوكي. اول واحده unless، unless معناها لو لم، اوكي، equal if plus not، لو لا، اوكي. unless you work harder او hard you will fail، يبقى unless لو ما ذاكرتش بعد الشر يعني you will fail، اوكي. يبقى كلمه unless زيها زي if، بعدها subject و verb. يعني ايه subject و verb؟ يعني فاعل وفاعل، اوكي. اللي بعديها number 2 without و but for. يعني ايه without؟ بدون. و but for برضو بدون. طيب خلي بالك ان في رول بتقول اي حرف جر بعديه ing، وعندي without اصلا عباره عن حرف جر، و but for برضو حرف جر بعديهم noun او ing. without او but for working hard you will fail، تمام. قاعده اف قالت انا كمان انا عايز اساوي كلمه without، في رول كده تخلي اف تساوي without. اسمها ايه بقى؟ اسمها if it isn't for، if it weren't for، if it hadn't been for، اوكي. طب if it isn't for الثلاثه دول معناهم لو لا، بس if it isn't في الفيرست، if it weren't في السكند، if it if it hadn't been في الثيرد. هو ازاي it weren't؟ ما احنا قلنا كل البروناونز كل الضمائر تاخد ايه؟ وير بدل من was. يعني هي was صح، بس where تدي صعوبه ايه اكتر، اوكي. طيب بعديهم noun او ing. طب ليه جه بعديهم noun؟ لان اصلا كلمه for حرف ايه؟ جر، فحروف الجر بعدها ing، اوكي. if it weren't for، if it isn't for، if it hadn't been for، وبعد كده لو في isn't يبقى في الجزء الثاني will، لو في weren't يبقى في الجزء الثاني would، لو في hadn't been في الجزء الثاني would have will be، اوكي. example اهو، if it isn't for working hard، لولا العمل الجاد you will fail. اصرت الطالبه الشاطره الجميله دي انها تكتب اسمها. in case، in case يعني ايه؟ في حاله. بس كلمه in case دي بتساوي if، بس ليها حاله خاصه انها تحمل معنى yes or no. يعني ايه؟ يعني في حاله ان كذا يحصل او لا. معايا؟ يعني بص الاكزامبل كده، take money، يعني ايه take money؟ خدي فلوس معاك. in case you need to buy food، في حاله انك ممكن تحتاج ايه؟ اكل. معنى كده انك ممكن تحتاجي او ايه؟ او لا. يعني في حاله احتجت احتجت ما احتجتش خدي فلوس. يبقى كلمه in case هي ليها نفس المينينج بتاع اف، بس لو جالي كلمه in case واف اختيارات اشوف كده المعنى ده هل يحتمل معنى قلت او لا. لو يحتمل او لا يبقى ناخد ان كيس، لو ما يحتملش قلت او لا يبقى اخد اف. واصل الحته دي؟ يبقى تاني، يعني ايه تيك ماني ان كيس يو نيد تو باي فود؟ ها، خدي فلوس في حاله انك تحتاجي تشتري ايه؟ اكل. معناها ان ممكن تحتاجي او ما تحتاجيش. يبقى دي كلمه ايه؟ ان كيس. اللي بعديها ان كيس اوف، ان كيس اوف يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها اي ان جي او ناون. اشمعنى؟ لان كل حروف الجر بعدها اي ان جي او ناون، وهنا اوف ده حرف جر. ان كيس اوف ناون او اي ان جي الاكزامبل، ان كيس اوف وركينج هارد يو ويل جيت هاي ماركس، يعني في حاله انك تعمل بجد هتجيب درجات عاليه. وان كيس اوف مش زي ان كيس، يعني ما فيهاش قولت ولا لا. طيب اخوات اف بقى الليله دي اللي جايه دي كلها بيساوي اف. مين؟ ان كيس، provided that معناها بشرط، providing as long as on condition that، دول كلهم اخوات مين؟ اف، اوكي. I'll give you my phone provided you bring it tomorrow، هديك تليفوني بس بشرط تجيبه ايه؟ بكره، اوكي. طيب دول كده بيساووا اف اللي هي ان كيس وبروفايدد وبروفايدنج واز لونج از اون كونديشن ذات، اوكي. طيب بس خلي بالك ان كلمه ان كيس بتميل اكتر مع الحاله الاولى، حتى تقريبا كنت كاتبها فوق كده، شوف كده، هي انا كاتبها فوق في اول صفحه،
شايفه كلمه ان كيس اللي في اعلى الصفحه خالص، انا كاتب غالبا مع اف الفيرست، تمام كده. طيب بعد كده في كلمتين تاني، يعني احنا قلنا اف بتساوي المجموعه اللي احنا قلناها دي اللي هي ان كيس وبروفايدد وبروفايدنج واز لونج از اون كونديشن ذات. اوكي تعالي بقى نشوف اخوات او بدائل اف ديت، اللي هي كلمه ايماجين، وممكن تبقى ايماجين ذات، سبوز او سبوز ذات، وسبوزنج او سبوزنج ذات. دول بيجوا زي بدائل لاف بس بيتقال عليهم انفورمال. ايماجين تخيل، وسبوز افترض، سبوزنج برضو افترض، بيساوي اف بس بيتقال عليهم ايه؟ انفورمال، يعني غير رسميين. زائد ان هم ما بيجوش الا في اول الجمله، زائد ان اصلا الجمله بتاعتهم بتبقى اخرها كويستشن، واخد بالك؟ يعني مثلا ايماجين كذا كذا وبعدين في الاخر علامه استفهام. يعني ايماجين او سبوز او سبوزنج يجوا في الاول، يجي في الاخر كويستشن مارك. تعال نشوف اكزامبل، هو كاتب لك اهو في الكويستشن وفي بدايه الايه؟ الكلام. ايماجين يو وير ا مليونير، تخيلي انك كده يعني. وات وود يو دو، تعملي ايه؟ فتحس ان الكلام نفسه اسلوب غير رسمي، مش هكلم حد رسمي واقول له لو انت مليونير. ماشي؟ يبقى هنا ايماجين جت في الاول، جه في الاخر سؤال اللي هي وات وود يو دو. ها؟ طب دي كده ايماجين جاي مكان اف في الحاله الكام؟ مش هنا في وير وبعدين وود انفينيتيف؟ يبقى اف السكند. تمام؟ طيب سبوز يو وير ا تيتشر، بفرض يعني ان شاء الله ربنا يكرمك واحده فيكم تبقى تيتشر. طبعا كلكم ايه؟ ياي تيتشر ايه؟ وبعد اربع سنين وقابلوني. What would you do you teach؟ نفسك تبقي ايه؟ او تدرسي ايه؟ كيمياء. اوكي. ما علينا. Suppose you were a teacher. What would you teach؟ يبقى تاني suppose او supposing او imagine يجوا في الاول وفي الاخر question mark واسلوبهم غير رسمي. افترض او تخيل. تمام؟ خش بقى على بدائل اف. ايه ده؟ امال اللي احنا كنا بنقول دول ايه؟ اه دول بدائل بشكل اخر. انا بحب اقولهم على شكل رقم موبايل. شايف رقم موبايل على الشمال ده؟ زيرو كام؟ 012 22 23. تطلع عليه هيقول لك اف. بجد دول بدائل اف؟ طب حد يعرف يفسرها كده رقم الموبايل ده؟ ها فصلي. ان دي كلام وين بتيجي مكان اف الزيرو، شد وشد مكان اف الفيرست والسكند، وير وير سكند سكند، هاد هاد سكند ثيرد. يبقى هما وين شد شد، وير وير هاد هاد، حازم حازم بالظبط كده. طيب نبدا واحده واحده. وين ايكوال اف الزيرو، وين بريزنت سامبل بريزنت سامبل، تمام، اللي هي بتعبر عن فاكت. طيب شد 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 بتيجي مكان الكام والكام؟ الفيرست والايه؟ والسكند. شد سبجكت انفينيتيف، مش بريزنت، مش فيرب في اس، انفينيتيف. يعني لو مثلا شد علي رايت ولا رايت؟ لا رايت. شد علي جو ولا جوز؟ لا جو، احتراما لشد بعدها انفينيتيف. طيب بعد كده ويل انفينيتيف، دي حاله فيرست. شد سبجكت انفينيتيف وود انفينيتيف، يبقى دي برضو حاله سكند عشان وود. يبقى هنا شد وشد، بعرف هي فيرست ولا سكند من ايه؟ من الجزء الاولاني ولا من الجزء الثاني؟ لا من الثاني، لان شد في الحالتين بعدها انفينيتيف سبجكت انفينيتيف، فانا بعرف ان هي فيرست من ويل، وبعرف ان هي سكند من وود. وير 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 مكان الكام وكام؟ السكند والسكند. بس حط في ذهنك ان كلمه وير دي عباره عن فيرب، طالما دي عباره عن فيرب وهحط بعدها فيرب تاني، حط ما بينهم تو. يعني هنا بصي وير سبجكت تو انفينيتيف، يعني مثلا وير احمد رايت ولا تو رايت، عشان ما نخليش تو فيرب يخبطوا في ايه؟ في بعض. وبعد كده وود انفينيتيف. طيب وير لو ما فيش فيرب ومعناها لو كنت، وبعد كده ناون، يعني ما فيش فيرب، يعني وير اي ا دكتور، يعني وير اي ا دكتور لو كنت دكتور، وير اي ا تيتشر لو كنت مدرس. اوكي بعد كده وود وود. طيب هاد بتيجي مكان اف السكند واف الايه؟ الثيرد. بس لو جت مكان اف السكند يبقى معناها ايه؟ لو املك، يعني او هاد اي ا كار، يعني ايه هاد اي ا كار؟
لو كان عندي ايه؟ عربية. اي ويل ترافل. طب هادي اللي مكان الثيرد ما بتترجمش، اشمعنى ترجمت هادي اللي في السكند وما ترجمتش هادي اللي في الثيرد؟ عشان هادي اللي في السكند مين فيرب، الفعل الاساسي، لكن هادي اللي في الثيرد هيلبنج فيرب، الفعل المساعد ما بيترجمش. ماشي؟ يعني انت بتقولي اف اي هاد ستاديد، انت بتقولي لو امتلكت ذاكرت، تقول لو ذاكرت، فهنا هاد اللي هي جزء من الباست بيرفكت ما بتترجمش، لكن هاد لو معناها لو املك ايه تترجم تبقى باست سمبل. طيب يبقى هنا هاد سبجكت باست بارتيسيبل وده في بي. اوكي ناخد اكزامبل على الكلام ده، بس احفظيهم كده كويس. وين شود شود وير وير هاد هاد اسمه ايه؟ وين شود شود وير وير هاد هاد. وين اف زيرو شود شود الفيرست والسكند، وير وير سكند سكند، هاد هاد سكند وثير. تمام ناخد الاكزامبل. When I sleep early هي بدي اف كام؟ When I sleep I I zero I wake up early should روان study hard. ايه ده ليه ما قلتش studies؟ علشان روان تاخد فيرب في اس، بس should بعدها الفيرب في الايه؟ الانفينيتيف. يبقى should روان study hard she will. طيب نفس السنتنس should روان study hard she would، دي كده اف كام؟ الاولاني اللي فيها will الفيرست، اللي فيها would second. اوكي وير اي تو ورك هارد. بص شايفه كلمه وير؟ قلنا وير ديت لو جه بعدها فيرب نحط تو. وير اي تو ورك هارد اي وود بي ريتش. يبقى هنا وير اي تو حطينا تو عشان ما نخليش وير تخبط في كلمه ورك. طب اللي بعديها ليه ما حطيتش تو؟ علشان ما فيش فيرب. يعني ايه وير اي ا دكتور؟ لو كنت دكتور اي وود هيلب يو. اللي بعديها هي لو فيها تو ما تترجمش، ترجم لو. ماشي هاد اي موبايل، يعني هاد اي موبايل لو كنت املك تليفون اي وود كول يو كنت كلمتك. شايفه وير يعتبر اف السكند وهاد اف السكند، بس وير معناها لو كنت وهاد معناها لو كنت املك. طيب الاخيره بقى هاد اي ستاديد هارد اي وود هاف سكسيدد. هل هاد دي اترجمت؟ لا. لو كنت ذاكرت كنت ايه؟ نجحت. اوكي يبقى دول بدائل ايه؟ اف. اوكي يلا نحل على الكلام ده. هتفتحي بيج، هقول لك بيج 14، خش على الاكسرسايز بتاعتنا على طول. سيبك من كتاب المدرسه المره دي. نعم. لا انا حل بتاع الفوكاب بس. يعني ايه يعني مش مهم. خديها دلوقتي. اوكي. ايه ده؟ خديها. هاتي. ايه ده؟ وات از ذس؟ خلاص بايظه. اسف. طب خدي خدي. نعم انت هتنور. طب واحنا فين؟ في انا في على قد عدد كله. اوكي دون وري. يلا يو كان بورو، ناخدها بالدور. اتفضلي. يو كان بورو ذيس بوك از يو لوك افتر ات. يلا هي از لونج از. طيب وترجمي المعنى بعد اذنك. از لونج از معناها طالما. You can borrow this book as long as you look after it. Mother says we can watch TV on Zainab. لا provided ما فيهاش on. اسمها provided that. On condition that. تمام. Number three. Number two. On condition that. provided معناها provided اسمها provided that بس معناها بشرط وما فيهاش on. الله اكبر اكبر. نمبر 3 in case of in case of في بعدها ان جي. اه والله had you lost your passport you ثواني بس كده. طيب بص اول in case of لا تمام كده ماشي و otherwise الاخيره دي لا. ايوه هي يا اما supposing يا اما had. طب نمشي واحده واحده. سبوزنج يعني بفرض. ماشي لو قلنا هاد وفي لوست. طب هي سبوزنج انا عايز اقنعك ان عشان في كويستشن مارك في الاخر اهي. ماشي عايز اقنعك بقى هاد غلط تماما. ليه هاد لو قلنا هاد مع كلمه لوست بقى كده حاله كام؟
هاد والبيبي والحالة الثيرد الجزء الثاني فيه ثيرد ولا would have to يعني would infinitive فكده ده الجزء ده second فما ينفعش عشان رسول الله تمام يبقى هنا دي هتبقى ايه supposing اللي هي معناها ايه بفرض اللي بتيجي في اول الكلام اللي هي غير رسمية اللي بتيجي في الاخر question mark يلا الان عشان رسول الله مش فور حرف جر بعديها noun يا ing تمام if it hadn't been for your help my experiments would have failed تمام في question mark العب على imagine او suppose او supposing مش supposed تمام يبقى imagine that you lived by C يبقى imagine رقم C number 6 لا حول ولا قوة الا بالله يلا مريم he decided to come اعملي underline على decide وازاي هي ما تبقاش decides اظن ساعدتك او كده فيها مين اللي بتخلي الفيرب يرجع للانفينيتيف بروفايدنج لا افتكر كده اللي قلناهم اللي هو رقم الموبايل ده كان ايوه should هي بيجي بعدها ايه انفينيتيف تمام كده يبقى should he decide طب لو كانت اف ممكن لو اف تبقى ايه ممكن نكتب جنب اف كده if he decides اكتب جنب اف كده if he decides ممكن تيجي decide برضه على فكره he decides ايه decide he decides طب حد يعرف decided لا حول ولا قوه الا بالله نمبر 7 اتفضلي مش فولز بلو زيرو ات فريزز ركزي معايا بقى عارفه اخوات اف اللي قلنا provided وprovided ذات وprovideing واز لونج از الفيلم ده كله ملوش علاقه باف الزيرو عارفه ليه لان اف الزيرو ما فيهاش شرط فما ينفعش اقول له بشرط ودي اف الزيرو يعني هنحط اف فاهم حاجه يعني اون كونديشن ذات معناها بشرط واف الزيرو ما فيهاش شرط بس يبقى اف ذا تمبريتشر فولز بلو زيرو ات فريزز بس فاهمين ليه انا ما خدتش اون كونديشن ذات لان دي اف الايه الزيرو اكتبها على اون كونديشن ذات لا تاتي مع الحاله الزيرو ولا امس ولا اي حاجه من دي امس ماشي بس الكلام مش منفي وسبوزنج عايز سؤال قولي ده بعد الزين بس نمبر 8 نمبر 8 زينب should he sleep تمام should جه بعدها sleep ولا sleeps sleep don't go to that restaurant you like that Chinese food unless تمام ما تروحيش لو ما بتحبيش الاكل الصيني only open this door an emergency نلف ونجيلك اني عايز واحدة بعدها ناون in case of emergency افتح الباب ده في حالة الطوارئ ف in case of بعدها ناون يا ING you can go to the park you are home at 8 o'clock تقدر تروح البارك تكوني في البيت يا هانم الساعة 8 بشرط بصي انا لا لا انا محتار ما بين فعلا اهو انا محتار ما بين ان كيس وبروفايد ذات بس ان كيس احنا قلنا ايه في حاله او لا فاكره فهنا الحاجه والدتي كانت تقول لك يو كان جو تو ذا بارك بتكوني في البيت الساعه 8 تقول لك في حاله او لا ده هتقول لك بشرط وهتقول كلمتين وحشين جنبها بلاش نقولهم اوكي هي بروفايد ذات يبقى تاني اللي خلاني ما اخدش ان كيس ان دلوقتي ان كيس تحمل ايه كده او لا في حاله ده او لا يبقى انا دي بروفايد ذات مريم ما تسوقش عربيه unless you are تمام لو انت مش فوق ال 18 او لو انت مش عندك 18 unless
هاي هي تو كم شود هي شود بيجي عليها تو لا 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 ده وير ايوه وير هي تو كم ده اصلا بالمعلومات السابقه ان شود من المودال فيربس اللي هي شود وكان وماست ويل بعدين انفينيتيف لكن دي وير وير هي تو كم وقلنا اصلا جه تو بعد وير عشان ما يخليش تو فيربس يخبطوا في ايه في بعض برضه نلفلك ونجي لك برضه بشود اللي بعدها ايه زينب انفينيتيف على فكره معلش الاربع اختيارات غلط تبقى ايه بقى جيت تبقى في السبيس ايوه should she get ممكن الاولانيه تشيل منها الاس تبقى صح انا خبيت الاس بالماوس بتاعتي نمبر يبقى خلاص should she get 15 if it فاطمه ماشي في وير وفي ورنت على حسب المعنى if it were for your help لو لا مساعدتك انا ما كنتش خلصت ولا لو ما كانش مساعدتك ما كنتش خلصت ورنت طبعا يعني تاني لو مساعدتك انا ما كنتش خلصت ولا لو ما كنتش ساعدتني ما كنتش خلصت انت حاسه الاثنين شغالين ها ايوه لو مساعدتك ما كنتش خلصت بحس الاثنين لو انت مش ساعدتني انا ما كنتش خلصت طب لو انت ساعدتني لو انت ساعدتني ما كنتش خلصت ها لو انت ساعدتني ما كنتش خلصت ها ازاي لو انت ساعدتيني ما خلصش ليه ماشي لكن لو ما ساعدتنيش ما كنتش خلصت صباح التهييس if it weren't طيب اثبتالك بقى اكتر شيلي النفي من الاثنين ما هو مش احنا اخترنا المنفيه قلنا لو ما ساعدتيش ما كنتش خلصت شيلي نفي من الاثنين بقى لو كنت ساعدتني كنت خلصت هاي المنطقيه صح يبقى لو ما ساعدتنيش ما كنتش خلصت ماشي اللي عايزه فاهم بالعن سوري يلا الاء we wouldn't finish in time everyone worked faster unless تمام ما كناش هنخلص لو ما كانش كله اشتغل في معايا had he eat you eaten too much ايوه 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 نفتح have got تمام اللي had بيبي would have بيبي دي اف كام اف كام الثيرد تمام يبقى had you eaten وبعد كده would have got طبعا يبقى الحل رقم سي لكن رقم بي دي كده يعتبر سكند يا صلاه لا لسه ما كملش صلاه وير شي طب قلنا وير ما يجيش بعدها فيرب لازم نحط ايه تو تو جيت تمام ان شاء الله نحل 50 جمله قبل اقامه الصلاه لسه 19 ايوه لازم كنت صاحبه همه يلا هات شي مريم خلاص صح يلا هات شي شو فول ماركس هير بيرث وود هاف بين اوفر ذا مون اوفر ذا مون يعني فيري هابي هي هاد بعدها انفينيتيف وده اصلا دي يعتبر اف الثيرد اللي هي اف هاد بي بي وود هاف بي بي يبقى احنا عايزين باسورد تسبل تصريف ثالث يبقى جوت ميسينج ذا باس ميسينج زينب ذا اي ان جي اي وودنت هاف بين ليت فاتني الباص انا ما كنتش اتاخرت يبقى اقول لو فاتني ولا لو ما فاتنيش لو ما فاتنيش تبقى if it hadn't ايوه if it hadn't been for ماشي طب ايه اللي خلى if it weren't غلط عشان if it hadn't been for دي الحاله كام third لكن if it weren't second وطبعا دي third ليه لان في would have been يبقى الحل بتاعنا ايه if it hadn't been for لو ما كانش لو ما كناش فاتنا الباص I wouldn't have been late for work 21 ااا
invest in the project, هما يستثمروا في المشروع. Even if even if ثواني ايوه صح ايوه 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 they will invest in the project even if it does not make a lot of money. على فكرة even if لحظة even if اكتب عليها equal although even if equal although بالرغم يعني هم هيستثمروا في المشروع حتى لو مش هيكسب يبقى بالرغم مش هيكسب. She will graduate next year passing all her courses. Passing ING ايه ده؟ In case of تمام. Where the company to collapse تنهار many people their savings. شايفة where بتحل في السكند؟ لا دارين انا انا صار خير ود لوز تمام يلا يا مريم يلا يلا قربنا على 50 اهو هاد اينون مش النص مستر يعني هم باين المايكروفون بالظبط هاد اينون earlier that you wanted to join the team اي هاد بي بي ها هاد بي بي يبقى الحاله الثالثه بتبقى وود هاف فوت ايوه رقم ايه تمام يلا dont take this course ما تاخديش الكورس ده you are ready to study statistics لا unless انا مش لان ان كيس اوف ان جي ما تاخديش الكورس ده لو انت مش مستعده انك تدرسي statistics الاحصاء طب حاضر where ها يلا زينب بسم الله ما شاء الله في حاجة اسمها where I where you where are you أحسن يعني إيه where are you where are you يعني لو كنت أنا أنت وعلى فكرة بيساوي أسلوب حلو قوي ممكن أقولك where I in your shoes where are you I wouldn't permit this تمام should you need هنعمل لغايه 30 ونس ان شاء الله او 35 should 30 should you need any help please me call تمام عشان ده order 28 the alarm woken me up early I would have caught the train المنبه صحيني انا كنت لحقت القطر woken ده تصريف تالت had ايوه كده had تمام 29 we can win the championship avoiding bad injuries in case of تمام عشان بعدها ING 30 you can take my car تاخد عربيتي يا مريم you drive carefully سوق حلو بشرط لا اسمها ايه دي ايه provided that تمام طيب انا خايف افصل انا عايز اعمل بوز خايف اعمل بوز في الفيديو خالص انه اللي بيعمل حد يعرف انه اللي بيعمل بوز هو ده اللي فوق اللي فوق صح لو طلع مش هو ركب معاه بسم الله ربنا يستر وقفنا عند جمله رقم كام 30 يا 31 يلا يو تيل مي يو تيل مي وات از رونج اي كان هيلب يو انا هقول شوت تمام should you tell me you can go out now you finish your homework first providing تمام بشرط I known known بس برتس ولا فاطمة you were waiting outside I would have invited you to come in had تمام فاكرة الجملة دي اتقالت على مين في القصة الجملة اتقالت لمين ريتشارد؟ لا ثانية لا ايه الجملة دي اتقالت في القصة ايوه ايوه الديوك الديوك مايكل لما راسندل قال لو كنت اعرف انك واقف مستني بره كنت شطور تحية دارين had I known
you were waiting outside, I would have invited you to come in sooner. قال له كده. وبعدين قال له brother. أخويا. يبقى had I known. ها اللي عليه الدور. أيوة أنت يا. اه where we. تمام where بعدها to. He arrived early yesterday. Could have attended. دارين. خلي بالك عشان في اه وفي النفي بتاعها. يعني لازم نفهم المعنى. وصل بدري امبارح كان حضر المؤتمر. هادي. ايوه هاد. يعني لو كان وصل بدري يبقى هاد. كان وصل كان حضر المؤتمر. You have got to start studying. You will fail all those exams. ركزي عشان رخمة. لازم تذاكري. هتسقطي. I killed it. بتاعت مين دي بقى؟ معرفش. بتاعتك يا ماريو. الحمد لله. بص كده الضهر اللي معايا المستر عملها. مش هاخدها والله العظيم. مش هاخدها يا ماريو. انا بحب اصد باين اعمل ايه؟ وهو برضه بيمشي بالشيء مش في الشقة. بص والله ايوه. بص كده. وبيموتها كده كده اصلا دي نص ورقه مش هقمص البارت ده بس البارت ده اهو البارت ده بس بصي بس مش هتكمس الدم لا 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 ليه كده ليه مين يقتل الحيوانات ليه يا لهوي متمتع يا لو سمعت الشاكر انا جيت انا مش همسك السن يلا خليها لنوران ايوه عقبة ليها ايوه عشان غير ايوه فين بتاعت نوران؟ ما تحطيهاش هنا بقى لغاية ما نمسح رقم كام؟ 36 اور ايوه قلت لك الجملة دي رخمة you have got to study start studying or you will fail والا اور تمام اتفضلي I don't arrive till after midnight. Will the guest house still be open? اللي بيجي question في الآخر. Supposing تمام. I forget later. Here are the keys to the garage. بصي في اتنين ينفعوا يا زينب. I forget later. In case تمام لان بقول لك ايه in case I forget في حالة ان انسى يعني ممكن انسى او ما انساش صح كده فاهمين الحتة دي؟ في حالة ان انسى وما انساش يا عم خد مفاتيحي فهمت دي ليه in case ومش if؟ يبقى in case يا اما الاقي in case و if يا اما اجي اقول ايه في حالة كذا او لا يبقى in case 39 It is warm I go for a walk every day تمام عشان دي زيرو برافو عليك يبقى when it is warm ها I go for a walk لما بيكون جو دافي بروح اتمشى اللي بتساوي اف زيرو مين when الزيرو في رقم الموبايل فاكر لو انتوا فاكرين I a rich man I would make more charitable donations مش دور حضرتك وغلط where I أتلي هاد اي قالت شيمان يعني لو املك راجل غني يا ريت ايه ده ريت خرب لا التهيس كده عدى وير اي قالت شيمان لو كنت راجل غني يلا Should you your fingers into the fire, you would need medical care. Should you got here? Should بعدها in أيوة stick الأخيرة stick your finger into the fire, you would need medical care. يعني لو حطيت إيدك في في النار تحتاج رعاية طبية. Had I That you were going to the movies, I would have gone too. كنت رحت معاك. Had I known. أيوة تمام.
where he really ادي وير يا مريم where he really he could get a new job قلنا where هيجي بعدها to try to try تمام عشان ما نخليش two verbs ورا بعض to try I his address حطي كومة بعد address I his address had I his address تمام يعني لو معايا الادرس بتاعه had I his address had لو املك you could have stayed with us تقعد معانا you had come to London هبص سبحان الله لفينا لفينا وليكي برضو if ولا in case نترجم بقى نشوف في حالة كذا ولا لا تبقى in case في لو بس تبقى if you تبقى if طبعا you could have stayed with us ها if you had come to London هل هتقعد معانا لو جيت لندن ولا لا لا ما تنفعش تبقى ايه if اظن واضحة قوي ديت في التوضيح الفرق ما بين if وايه وان كيس يبقى you could have stayed with us if you had come to London ده زائد في حاجة كمان ان in case بتميل للحالة الاولى الاف بس فاكرة ما وريتك كده قلت لك في اعلى الصفحة كده ان in case بتميل اكتر مع if في الحالة الايه الاولى يبقى دي هتبقى if it rained so heavily we would have had floods had it rained تمام لو مطرت جامد هيبقى عندنا فيضانات had if a third he here right now he would help us اجاوبها لك غلط الاول انا مش من باب المساعده if هتبقى غلط okay. in case برضو غلط where طب اشمعنى اصلا لان مفيش فيرب اصلا في الجمله where he here يعني لو كان هنا where he here right now he would help us طب مال عشان تبقى if اكتب جنب if كده if he were here تمام طبعا انت لو اللي هيقول if في الجمله دي والمعنى هيمشي معاه if he here لو هو هنا هيترجمها كده طب فين هو فين البريزنت ولا الباست ولا مفيش عشان كده بقت ايه where he here right now he would help us دارين يعني blood banks بنك دم ده عباره عن noun فالنون عايز حاجه بعدها noun او ing لو انت فاكره in case of ثاني في حاله بنوك الدم الناس هتموت but for طبعا but for بتساوي ايه لا بتساوي without ايوه بس but for without بعدهم noun او ing لكن unless بعدها subject to verb يبقى but for blood banks لولا او بدون بنوك الدم ناس كتيره كانت ماتت مريم fire دي عباره عن noun يا مريم عشان مش دارين فيك fire leave the room نقط حريق اترك الحجره وامشي ايوه لمي نفسك سمعك ايوه صح في حق ما سمعتها والله in case of fire في حاله الحريق لان اصلا فاير عباره عن noun فانا عايز واحده بعدها noun اللي بعديهم noun but for وin case of اللي هم فيهم حروف جر طيب هقول بدون حريق اترك الحجره لا في حاله الحريق اترك الحجره جاوب اللي بعدها it possible I would help you possible دي مش فعل فانا عايز فعل where تمام where it possible ايوه طب ازاي where بتاخد it ها احنا قلنا اصلا where تجمع مع الليله كلها عشان تدي صعوبه where it possible he will succeed he studies hard كنت لسه هقول لك في اتنين صح بس لقيت واحده منهم متعوره اما هي بروفايدد ذات اي صح كده تمام طب مين اللي كاتبها صح بس في حته صغيره بايظه اون كونديشن ذات مش اون كونديشن اوف يبقى دي نعم يا فندم نوت يت بعد ما نخلص هنقفل الفيديو ونصح براحتنا خليه مع حضرتك نيفر ايفر ناو
هي ويل سكسيد. انا ممكن اصححه الفيديو شغال. لا ايوه ما اعرفش يعني مستر صح عادي انا مش عند ليه حسيت ان احنا مقفلين الفيديو. انا مش هكتب لدرجه مش هي ويل سكسيد بروفايد ذات هي ستاديز هارد. انا في كل فيديو يطلع لي حد كده ما شاء الله ساكتين. في احنا كده ساكتين. من انا عندي ولد بقى عملت الفيديو بتاع 16 و17 ما شاء الله يعني بص بيسال اسئله كانت جباره. يبقى بروفايد ذات هي ستادي هارد بروفايد ذات سو اف لكن اون كونديشن كانت صح لو كانت اون كونديشن ذات. تمام يلا 52 هاني اخويا مايت فون ذس ايفنينج احتمال يتصل. I don't know. I don't want to go out. سبحان الله. برضو. اوكي دورك. والله سبحان الله بصي هي اللبش برضو ما بين ايه؟ ما بين اف وان كيس. انت تخصص. بقولك ايه؟ هاني احتمال يتصل. انا مش عايز اخرج. هو يتصل تبقى ان كيس. لان ان كيس في حاله ان ممكن يتصل او ايه او لا. طب عرفت منين؟ من كلمه مايت. لان يعني ايه مايت فون؟ يعني فيها احتمال. يبقى كل جمله ان كيس بتاعتك. اتفقنا؟ ان كيس هي فونز يو شود تيل ذا بوليس يور بايسكل از ستولن. اف تمام. اهي ديت برضه فيها لبش ما بين اف ولا ان كيس. طبعا هتبقى اف بس. يا سلام هتتصل بالبوليس لو عجلتك اتسرقت ولا لا؟ طب لو ما اتسرقتش تتصل ليه؟ if if your bicycle is stolen had invited had I ايوه had I invited بس فيها لعب شويه دي. استني been invited عشان دي if اللي محل if وجايه باسيف واف متشاله. يعني ايه had I been invited؟ يعني لو كنت مش عازم لو كنت معزوم. 55 اخر جمله دارين. ما كنتش هتقعي. there had been a banana without بضع ان جي وبطفور اختها. unless ايوه ما كنتش هتقعي لو ما كانش في قشره بنانا. اطلع لي بقى على الفوكاب. نعم. اكيد لا لا هات الفوكاب اللي هو الاكسرسايز بتاع الورك بوك. لا هات التدريبات الفوكاب بتاعت الورك بوك بس ان شاء الله باذن الله. اللي هي بيج كام؟ لا 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 يلا يا جماعه الاكسرسايز اللي هو الدايلوج ده. شايف الدايلوج اللي هو اكسبلين اكسبلين اوكي اكسبلين معناه يشرح فيل فيلز ولا فولز دي فولز يقع هيريز في واحده دي مش حلوه هيريز نو ران ذا تراي I'd like to know عايز اعرف about floods please how do floods occur يعني تحدث so quickly well what happens تبقى explain لا here is what happens ها هو ما يحدث here is what happens if a lot of rain in a short time falls in a short time the soil can't absorb ما تقدرش تمتص it all and the water stays وتفضل on the surface of the land can you why cities sometimes explain تقدر تشرح I will and explain. أنا حاول try and explain. It's usually when there's a river in a near mesh runs into يعني يتدفق. Okay. طيب كلمة absorb يعني يمتص ترجمي. Degrees centigrade درجة مئوية. Directly مباشرة. Eclipse خسوف. Geyser خسوف الشمس اللي هو اختفاء الشمس. Geyser نبع ماء ساخن. هرمو نبع ماء ساخن جايزر مش اللي بيتدفى في فرنه ده جايزر نبع ماء ساخن ده ايه
على فكره على فكره ليها نطقين على فكره جايزر وجيزر النطقين صح ما جيزر دي محافظه عندنا في مصر جميل انا قلت كده عشان انا صبرت هارمفول يلا عشان هنخلص وهنمشي هارمفول دار هيت حراره سان بيرن حرق شمس او حرق من الشمس كوزينج دامج هارمفول لمي الدور شويه قدام فرصه يجاوب نمبر 1 هارمفول بإف What you use تستخدمي ايه عشان تقيسي الحرارة؟ degree centigrade yeah. Take any يمتص absorb محلولة. Light which can make people skin ضوء بيخلي الجلد يغمق. Ultraviolet هتلاقيه في الصفحة التانية على فكرة. Ultraviolet rays اللي هي أشعة فوق بنفسجية. Ultraviolet rays معنى أشعة فوق بنفسجية. أهول حفرة في الأرض نبي مأسيخ اسمه ايه بقى؟ مش هقولها ما حدش يقولها تعرفوش تنطقوا انجلش أكادي بعد كده When the sun or moon seems to الشمس تختفي أو القمر تمام اللي هو ايه؟ إكليبس تمام With no other person ما فيش أي حد تاني or think between فيش حد بيننا مباشرة directly مباشرة When your skin لما الجلد بتاعك يتحرق sunburn تمام اللي في الصفحة الثانية the temperature درجة حرارة of something when it is hot تبقى heat heat يعني حرارة حطيهم هنا بقى أول واحدة محلولة اهي أي خدمة طيب خلي بالك الجايزر دوت أصلا بيموجود في بلد في أيسلندا بس المية السخنة دي بتموجود في أيسلندا عشان ممكن يجيبها لك جملة تشوز ولا حاجة if it rains لو مطرت so hard جامد the soil التربة مش قادرة ايه absorb تمام when there is an a of the sun everything goes dark كله بيغمق الخسوف اسمه ايه eclipse تمام you cannot see مش هتقدر تشوف كذا but they are ultraviolet rays اللي هي الاشعه الفوق بنفسجية حل يا الاء اوكي in the desert في الصحراء temperature الحرارة in summer can be more than no 50 degrees centigrade فوق 50 درجة مئوية the wind is coming الرياح جاية استنى يا مستر الكلمة دي طويلة اوكي انت ما تحلش ليه؟ احلو بص فرحانة فيها ازاي؟ حل يا لول هتريها عمالة وعمال اقول لمريم خد المذكره دي تقول لي يعني ايه انت بتحل يا يعني ايه ما انا عايز اترب بديها ويا فرامتنا يلا ذا وين بجد يعني هي اصلا انا من هنا لا انا حلل انا حلل انا حلل مريم ايه طلع ان انت راح راح اديها لمريم ايوه انا شفت الموقف ذا ويند از كومينج ايه فروم ذا ساوث الرياح جايه مباشره دايركتلي يا The children got A after sitting in the sun. جالهم إيه بعد ما قعدوا في الشمس؟ جالهم sunburn. Sunburn, yeah. Sunburn. حروق. أيوة. أيوة على فكرة صح. Waffles. ترى أنا بقول waffles. Tourists often find the of summer heat. Heat. هي اسمها heat ولا heat؟ حرارة. Heat معناها يكره. Heat يكره. Okay. Absorb يمتص. بيقولك الادجكتيف منها الصفة من كلمة absorb absorbent يعني مادة ماصة اوكي ترجميها harmful dark بيقولك انا عايز الverb والنون وهما كلمة واحدة harm لا مش كلمة واحدة زي harmful dark الverb harm يضر والنون harm ضرر حتى في حاجة اسمها do harm يسبب ضرر اوكي safely بأمان عايز النون سيفتي سيفتي الله يهديكم ما تبوظوش الفيديو بس نيفر ايفر
عشان ان شاء الله باذن الله يعني يعدي عليكم 10 سنين كده وتخش تشوف الفيديو ده. ليه اللي خليته خلاص ده انا مع السنه دي. تفتكروا كده تقولوا ايه لما كنا مع مستر محمد فولكينو الادجكتيف فولكانيك اي سي هو اللي من عند فاطمه على طول. طيب بعد كده نمبر اي فولكينو البلورال بتاعها ايه؟ فولكينوز. اي اس اتموسفير الغلاف الجوي الادجكتيف منها اتموسفيريك اخرها اي سي. بعد كده كلمه بورت يعني استنى يا مستر ايه بورت ميناء ماشي. بيقول لك الديفينيشن كلمه بالديفينيشن بتاعها عشان التعريف غلط بس الاولانيه محلوله. حد يعرف يقول لي محلوله ازاي؟ ايه محلوله ازاي يعني؟ هي الجمله فيها غلطه ومحلوله. ان اريا اور تعريف كلمه الميناء اريا اور سيتي where trains arrive and leave from. بدل trains تبقى ships. ايوه يعني بدل trains نحط مكانها ships. phenomenon ظاهره التعريف ده صح. something unusual شيء غير معتاد بيحدث. northern يعني شمالي. in or from the south من الجنوب. north يعني بدل south يبقى north. part of a country or area. lightning يعني البرق. The noise you hear دوشة بتسمعها ولا صوت بتشوفه؟ لا ضوء بتشوفه. light you see occur يحدث بسبب كلمة ميك؟ لا happen. مين اللي كتب يا مستر الحاجات دي؟ ده كتاب المدرسة والله. مستر هو اللي كتبها كده؟ happen. drought جفاف فترة من المطر. لا نورين نورين عدم المطر. ربنا يزيدك علم. ضليعة من الانجليزي اديني بس ما تسوي كل مره معلومه. رين فول اللي هو سقوط المطر. ذا اماونت اوف سن كميه الشمس اللي بتسقط على منطقه ان بيريد اوف تايم. كميه الشمس ولا كميه المطر؟ يعني بدل سن تبقى رين. كميه القطر على الارض. فايلنت يعني عنيف. attacking people تهجم على الناس وتحاول تأذيهم أو تساعدهم. لا تقتلهم. لا مش معقول. تقتلهم. kill them. مش معقول كتاب المدرسة يكتب كده. beneath والله العظيم كتب كده. beneath لا beneath يعني أسفل. في بدل on top of يبقى under. okay. إيه فاطمة عدي خلاص. بيقول لي هنا. دمياطة is in an important port هي ميناء. في الشمال من مصر تمام. انجلاند اند جيرماني ار ان اي يوروب في شمال اوروبا. نورث بس استني بقى نورثرن اشمعنى؟ بص يا اما ان ذا نورث اوف يوروب يا اما نورثرن يوروب. ركز معايا في دي. نورث تقولي ان ذا نورث اوف في الشمال من يا اما نورثرن يوروب شمالي اوروبا تمام. ان اكليبس اوف ذا سان خسوف الشمس إذا سترينج ناتشورال ظاهرة يعني فينومينا إن إليها ظاهرة طبيعية. خلي بالك هي فينومينا ظاهرة جمعها فينومينا بالإيه؟ والصفة منها فينومينال معناها شكل بشكل هائل. أنا مش عارفة أكتبها. فينومينال مستر عندك كايزر اسمه فينو. انا مش مركزه كنت بقول الكلمه كويس. انا فينو منن فينو انت قلتي فينو ماشي انا فهمت خلاص. في ايه؟ طب خلاص يلا مش عايزه خلاص. ستورمي كان ستورمز كان ايه؟ ات اني تايم. بيقول لك العواصف ممكن تحدث في اي وقت. يحدث يعني ايه؟ هابن اوكر. انا عايز من اللي موجود. ماشي. او دبل سي يو ار. ات هاف نوت ريند وما مطرتش هنا فور 5 مانث بقاله 5 شهور. جفاف. ات از ذا لونجست دراوت. دي ار او يو جي اتش تي. ذير از فيري ليتل ايه ان ذا ساوث اوف ايجيبت. هطول امطار او سكوت امطار. رين فول
We didn't want to see the film because it was about people fighting and being violent. Anif, what is that on the floor? إيه اللي على الأرض ده اللي تحت الترابيزة؟ بنيث بنيث. When I was a child, لما كنت كده صغير, I used to be afraid, كنت بخاف من الستورمز. I cover my eyes so that I could not see, ما شوفش ال lightning. ما حدش يكتب lightning إلا IGHTEN, ما فيهاش E. بعد كده بيقول لي هنا Alexandria is in the north of Egypt, يعني أو كان ينفع northern Egypt. تمام. Electrical storms are a common النوم من occurrence ENCE في الآخر, ومش فاكر هي دبل R ولا R واحدة بصراحة, بس أعتقد هي R. أو هي زي ما هي كده بعدين ENCE واحتمال تكون دبل R. Those trees have grown, اتكبروا بشكل هائل. الادفرب من كلمه فينومينا, فاكر فينومينالي يعني A L L Y, فينومينالي تول يعني طويله بشكل هائل. England and Spain are in Western Europe. Very high temperature. High temperature, ده حراره عاليه. Can make people ill. Dunwich, دي مدينه, was destroyed, demolished by A waves. High waves. ما انا قلت اكيد مش الاثنين واي تحت بعض. And A storms. Violent storm. عواصف عنيفة. Storms can cause A damage. Serious damage. تدمير خطير. مطر شديد بقى تبقى heavy rain. With strong wind. Northern Europe. وجزاكم الله خيرا كده آخر المنهج. هو مستر بكلمات على المحفظة؟ أيوة فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.